أول شيء أطلبه في العلم الشرعي، أول شيء هي أن تثبت قدميك بمعرفة الحق. بمعرفة الحق بعض الناس يقول لك أول شيء أن أنت تحفظ القرآن كله، ده هذا جيد، ولكن لابد أن تعرف يا ترى هل أنت تعيش في هذه الدنيا عقيدتك صحيحة، عبادتك صحيحة، أفهامك صحيحة، أم أنت تعيش في هذه الحياة ترتع كما ترتع الأنعام؟ دي مسألة مهمة، لأن الإنسان في القبر لن يسأل كم جزءا حفظت وكم كتابا درست، وإنما سيسأل هذه الأسئلة الثلاثة المهمة وكلها تدور حول محور واحد، محور ماذا؟ الاعتقاد. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ فجهز لهذه الأسئلة جوابا، اجتهد في معرفة الحق في كل مسألة ما استطعت، ما استطعت، وابدأ بمجملات الاعتقاد، وابدأ بمعرفة أعداء الملة حتى تعاديهم، وأن تعرف أحباب الملة حتى توليهم، فإن الموالاة والمعاداة أصل من أصول الإيمان. فإذا حققت مكانك ونقحت مناطك في هذه الحياة، ابدأ اطلب بقى الطريقة المعتادة في الطلب بالبرامج التي يعلمها بعض إخواني.